اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا حتى تعطونا ارائكم باللي راح نعرضه لكم او باللي انتم تردون تحجون به من مواضيع، في حال عندكم شيء اخر غير المواضيع اللي احنا راح نطرحها. المواضيع اللي ماخذيها في حلقه اليوم اصلا انتم ماخذيها ومتداوليها على مواقع التواصل الاجتماعي، واحنا اعدنا نشرها حتى نتكلم عليها. نبدا حلقتنا، واول ملف ويانا هو استيلاء الميليشيات والمتنفذين على اراضي المواطنين. تحول هذا المسلسل مسلسل الاستحواذ على الاراضي من قبل المتنفذين ومن قبل الميليشيات في عموم البلد، في عموم العراق، تحول الى ظاهره تأرق العراقيين بسبب التواطؤ الحكومي، وصار كل واحد يملك قاع أو منزل مهدد اليوم أن تتحول ملكية ممتلكاته اللي هو يملكها وبها مستندات أصولية وراها يتم تهديده حتى يجبروه على شنو؟ اترك القاع اللي هي مالتك. شكت لنا سيدة مسنة من عشيرة البومرعي بمحافظة الأنبار من استيلاء ميليشيات على أرضها بالاتفاق ويا محافظ الأنبار علي فرحان، وحذرت أنه الأمر تحول مثل اللي دا يصير في فلسطين. الاحتلال الصهيوني صادر أراضي الفلسطينيين ويطردهم من بيوتهم مقابل بناء مستوطنات. تعالوا نشوف اللي صار ويا هاي السيدة المسنة. قاعين من ذني؟ والله قاعين ببرع الأبونا والجدري، وكنا الحافظ بدي رباك ودراسات، وننقل على الخيل وندوس على الخيل. أنا راس بالخيل ودوس، وهات أصبح جاية الروس الكبار المعظم شيه والمحافظ من طير من تأمر لم المطير الببان يا وان الببان دخلوني أتعرى أتعرى وقد أجي متقطع بس ما يبعد حلوني. تطيقا عيش؟ والله أموت بيهم انطيق عافية، والله أموت بيهم انطيق يعني ياخذ من الشبر أنقض من رجال مدب قاعيكم هاي قاعيكم قاعين الببرعي قاعد أبوي وجدي ولادتي بيها من أبوي وجدي أنت عجوني معظم شيء تسوي شركات إسرائيلية ترى أنت مغاراتي من إسرائيل عندكم سندات بيها؟ شلون ما عندي أبو سنداتي هذا كان رأي السيدة المسنة على اللي دا يصير وياها من أكو ناس بالتواطؤ ويا المحافظ علي فرحان حتى يستولون قاعهم أو يستولون على قاعهم. بهالأثناء اشتكوا مزارعين بالسماء وبمركز محافظة المثنى من استيلاء ميليشيات الحشد على قياعينهم، على الرغم أنه هي تابعة لهم واستثمروا بها فلوس وبدلوا بها جهد وطوروها وزرعوها. ناشدوا المزارعين السلطات الحكومية أن تتدخل بسبب عدم قدرتهم على مواجهة الميليشيات اللي استباحت أرضهم وأملاكهم. خلونا نسمع. إن الدولة تقوم بسلبنا هذا الاستحقاق من خلال قوة تابعة لهيئة الحشد الشعبي كما يدعون، حيث أخرجونا من منازلنا وأرضنا بقوة السلاح، كما جرى نفس الشيء في التعامل مع موظفي القرية من حراس وغيرهم، وإنهم يدعون أن لديهم كتاب صادر من رئاسة الوزراء، علما أن القرية وأراضيها استلمت من قبلنا بقانون رقم 59 سنة 2012. وكما تعلمون لا يمكن إبطال مثل هذا القانون إلا بقانون مثله بنفس المستوى من التشريع ومن نفس المشرع. لذلك نناشدكم بأن تتدخلوا شخصيا للوقوف على تفاصيل هذه الحادثة. هذا الحال اللي تشوفوه اليوم اللي يعيشه العراقيين، اللي هو استيلاء الميليشيات على قياعينهم. الناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق من آدم قدر البرقدار يقول: الدكتور هذا الوطن لا نجاح فيه ولا خير، طيلة ما لصوص وسفل وعصابات تحكم الوطن، وطن ليس فيه حقوق لأنه بلا قانون ولا سيادة. باسم العراقي: بعد غلق وحظر المصارف الأهلية لبعض الفصائل انقطع رزقهم، فيحاولون الاستيلاء على الأراضي وبيعها لتعويض خسارتهم. سلام أبو سيف:
أين هيبة الدولة القوية وقانونها العادل؟ وأين رئيس الوزراء؟ وأين وزير الداخلية؟ هل معقول العصابات تمرح وتسرح؟ والله مهزلة المهازل وعيب. أبو هيثم، هو الحكومة وميليشياتها مرتزقة واستحوذوا على كل أموال وأملاك البلد واستغلوا الناس وضحكوا على العالم ونهبوا البلاد. كان هذا تعليق الناس على قضية محاولة استيلاء الميليشيات بمساعدة متنفذين ومسؤولين على أراضي المواطنين. أبو عبد الله من صلاح الدين، حياك الله. السلام عليكم سادة أفل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سادة أفل، أنت تناشد وزير الداخلية. نعم. يعني قلت لك قبل فترة صارت عندي إن شاء الله ماكو الفوج التكتيكي حرق لي مرشة ب30 مليون. نعم. النهار البارحة رحت على الشؤون. نعم. شؤون هي أحلى شيء، خلينا نقول بالداخلية، خلينا نقول على الأفواج وغير الأفواج. نعم. أنت تصور ضابط بالشؤون ذي فترات لاحظ ذي عقيد يقول لي تقدر تجيب لنا أسماء المفرزة؟ زين، قلت له أنا شنو أجيب لك أسماء المفرزة؟ أنا دائرة حكومة. زين. يعني أنت ما تجي تقيس، هي ناس ساندة ناس يتالي على القاع ويتالي على بيت وبعد كم يوم ماكو يقوم يجوز على الهواء المتنفسة يقوم ياخذ ضريبة. نعم. هذا العزيز، هاي ناس جتنا ماكو ناس جتي ناس مع احتراماتي لك ولقناتك الكريمة وللمشاهد الكريم، جتي ناس مسعورة. عمي ناس قامت تاخذ بالقوة، من تروح تشتكي، أنا قبل فترة راحت من عندي من السرحادة ومن رحت تشتكي قبل ما طلعت من الدائرة وعشان خابوا له الشخص، الشخص واصل قالوا له ترى فلان اشتكى عليه. نعم. يعني من تجي تقيس وشافني بالشارع وتجاوز علي وغلط وسب وشتم، ما رحت اشتكيت القاضي سدد دعوة. عمي كل الناس حيشاك حرامية، القاضي مرتزق، المحامي مرتزق، كلها اشتكمو شعني. نعم. كلهم ناس دايح حيش السامع، هذا يحكمنا ناس دايح، ماكو بشر دايح. احنا من نرجع نقول لك على 2003 يقول لك انت تمجد، يابا ما مجد، بس اكو كان قانون واكو ناس كفوين واكو ناس صحيح، يعني 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 من تمشي على قانون وتمشي على فلسفي نطاق ماشي على الكل. نعم صحيح. يعني هاي قبل يومين يعرضون تصوير مقدم يضرب عقيد، وين اكو هاد عمي؟ وين صايره هاي؟ بيا وقت؟ نعم. بيا دوله هاي؟ يا دوله هاي؟ نعم. هاي الدولة شسم، هاي دولة يعني أنت مقتنع بها دولة؟ وإحنا نقول دولة دولة دولة، أي نعم، دولة على الفقير، دولة على المسكين، المسكين ما يكون من حطة وراء وقفل، صار قانون عليه، طبق القانون حدا سيرة، من يجون يزوروا أهله يقايضون مقايضة. نعم. هذا العلي، أنت من تيجي تقيسها من قائم مقامها لمحافظها لغيرها، وراح يجيبون لنا نوب مجلس محافظات، يعني وين شنظل عندنا هذا؟ حتى قاعدة على رصيف ما أقول لنا، قاعدة على رصيف ما أقول. نعم. يعني شكرا لك أبو عبد الله. أبو عبد الله قال كلمة وأتفق ويا بها، يقول إحنا نحتاج إلى قانون، القانون يمشي على الجميع، أنه ما يكون قانون مفصل على جهة وجهة، مو يمشي على الفقير واللي عنده ظهر ومسنود، حتى لو يغلط، حتى لو يقتل، حتى لو يتعدى ما يمشي عليه. ذكر الاعتداء، استخدام القوى المفرطة من قبل المتنفذين والأجهزة الحكومية الرسمية ويا المواطنين تحول إلى ظاهرة مقلقة بسبب استخدام العقلية الأمنية بالتعامل ويا أي شيء، وصار مشهد الاعتداء على المواطن بالطريق العام ربما أمام عائلته من المشاهد المألوفة بظل سياسة الإفلات من العقاب وتسلط القوات الحكومية على رقاب العراقيين ممن ليس لديهم سند. أهم شيء هاي تعرفوها، مثلا بالديوانية كالباو عدد من أفراد الأجهزة الحكومية على شاب ركل وضرب بسبب الخلاف على اصطفاف سيارته أمام متنزه، لأنه هذا الشاب راد يرفه وينفح عن عائلته اللي جابهم للمتنزه. طبق سيارته جايب عائلته، لاحظت التصرف هذا؟ هذا التصرف كنا نشوفه بالتلفزيون ونستنكره بذاك الوقت من كنا صغار، لما نشوف الكيان الصهيوني يتعامل ويا الفلسطينيين، هذا التكالب نفسه كنا نشوفه من الصهاينة ويا الفلسطينيين. مواطن شاب جاي دا يطب متنزه
طبق بمكان غلط ما يحتاج هذا التصرف. حبيبي مكانك غلط، روح اطبق بالمكان الفلاني. ماكو جراج هنا، اكو جراج بفلان مكان. دول العالم نسوق سيارات ونأجر سيارات لما نسافر ونطلع، ويا الشرطة نسأله وين نطبق؟ بنص الشارع نطبق. الله يساعدك أخويا وين نروح؟ يقول لك روح فلان مكان تلقى بيه طبقة، أو ما تلقى طبقة هنا ويجاوبك. بمنطقة الكرادة، هذا الفيديو ببغداد، أفراد من القوات الحكومية هنا الجماعة كانوا أصحاب حق. ليش كانوا أصحاب حق؟ هسه راح أقول لكم. هذا عنده بيت بجراج طابق سيارته جوا، اجى يريد يطلع لقى سيارة الدورية او سيارة القوات الحكومية، سيارة حكومية طابقة بباب الجراج، مدى يقدر يطلع. شو سوى الطبيعي؟ الله يساعدكم، يابا سيارتكم سادة باب الجراج، ارد اطلع. اعتدوا علي، ليش تقول لنا ارد اطلع؟ ليش تقول لنا حرك سيارتكم؟ تعال نشوف، نشوف هاي الصور اللي تبين مجموعة من افراد القوات الحكومية ينهالون على صاحب منزل بمجرد انه طلب من عندهم انه يحركون السياره دا يطلع. شوفوا الحال وين وصل بامتهان كرامه العراقي من قبل افراد القوات الحكوميه. يا قانون موجودة هاي حاصر سيارته، يقول له ضلع هارد اطلع، هيك يعتدي عليه لأن منتسب بالمرور والشخص مدني. على كل هذا وزير الداخلية، القانون ياخذ مجراه ان شاء الله. القانون ياخذ مجراه. باعوا بعده حاصله بعده، ولكن فينهم يلزمونه حتى يضربونه، يلزمونه ويدفع بيهم يريد يعتدي عليه. لاحظتوا اللي صار؟ يعني فوق ما هم المعتدي، حتى لو انت شرطه شنو استباب بيت؟ قال لك ارد اطلع، قل له تدلل اخويا، حرك السياره مالتك وخليه يطلع. حكى وياهم بكل ادب، لا رفع ايده، لا ضرب، لا سوى شيء. لاحظتوا منه اللي حتى هذا الاكو واحد بيهم شويه متروس من بين الضابط عدته. والسؤال الاخ انا مدى افتهم، يعني حتى بالدوريه لما اكو ضابط اعلى رتبه انت ما من حقك تحكي اخوي، عذرا من الكلمه تنشب وتسكت وما تفتح حلقك. اكو ضابط هو اللي يحكي، امرك تسوي شيء تسوي، ما امرك تسوي شيء انت مالك علاقه. لا وحاصره طلع لاخوه من البيت يريد بس يحودهم عن، بس يريد يوخر، قاموا يدفعون بيه. وهذا عراقي، والإيراني من يطبل العراق يا ما شاء الله يصول ويجول ويمسحوا لرجليه. هذا الفيديو اللي راح تشوفوه، راح يشوفكم الحال مع المتنفذين والأجهزة الحكومية ومواكب المسؤولين. تجاوزت هنا على رفاقها من القوات الحكومية رجال الشرطة، لأنه رجال الشرطة حاولوا يطبقون القانون، طالبوا هاي المواكب وأفراد الحماية أن تمتثل لإشارات المرور، التوقف، احترام القانون، شيء طبيعي، هذا شغله لابو المرور ان يطلب منك هاي المطالب. اللي صار بالفعل لدورية المرور راح تشوفوه بهذا الفيديو لافراد حماية يستقلون سيارات حديثة بنص بغداد، تعالوا نشوف. السيارة قامت عارف. Thank you.
دولة. دولة جماعة الحمايات. المشكلة مو بيهم، العتب مو عليهم، عتب اللي لازمهم واللي مشغلهم، لأنه اللي مشغلهم لو ما دايس القانون وعابرة وما محترمة ذولا ما يصرفون هيج تصرفات. الناس علقت، محمد الملك يقول ما شاء الله بس أهل التهوات يعتدون على رجال المرور وبعدين يطلعون حمايات المسؤولين. سعاد فاضل: عندما ينعدم القانون يكون الأمر بيد أراذل الناس، هكذا تكون النتيجة، الظلم للفقير، قادرين بس على شرطي المرور. وسارة الدباغ تقول: أدري كل واحد صعد هيج سيارة أو غيرها لازم يدوس القانون برجله ويتطاول على رجاله، إيش هالاستهتار والرعونة. حيدر أحمد: هسه يطلع تابع لأحد الأحزاب التي تتكلم بالقانون وسيادة البلد. أنا هسه يلا عرفت شنو سر كثرة مبيعات سيارات التاهو بالعراق. أثار اللي يركب تاهو بعد ما يلزم قوانين مرور، ما يمتثل قوانين مرور، لا إشارة وقفة ولا ضابط مرور يوقفة ولا أحد يقدر يوقفه، طبعا إذا عنده ظهر. أما إذا موظف عادي عزيز المشاهد مثل حالتك ما عندك سند وظهر، دير بالك تسويها، لأنه ما حد راح يقدر يوقف لك، أو ما حد راح يوقف لك، مو ما حد يقدر، أكو هواية طلعوا يقدرون بالعراق. مقدم يضرب عقيد، حماية تضرب شرطي، أبو دورية يضرب أبو بيت لأن واقف بباب بيته، أبو البيت غلطان المفروض ما يطلع، يتأخر على الدوام خليه يتعاقب، شكو بيه؟ أبو دورية واقف بباب بيته، يروح للمدير يقول له أبو الدورية كان واقف ما قدرت أطلع، يقول له أعتذر منك ما أشد لك عقوبة لأن أبو الدورية أقوى. واحد يوقف بباب متنزه يريد يروح يرفع عن عائلته، هذا حالنا. تريدون تعرفون امتهان العراق لوين وصل؟ خلنا نحكي الملف الجاي. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كشفت أرقام صادمة للعمالة الأجنبية بالعراق. تقول تقريبا نصف الأيدي العاملة بالبلد هم أجانب، أنا أقول أكثر. بوسط تحذيرات ومطالبات بالحد منها لتأثيرها السلبي على الاقتصاد وسوق العمل وارتفاع نسب البطالة. صدق هسه يلا عرفتوا؟ خصوصا بين الشباب بظل أوضاع اقتصادية متردية يعيشوها العراقيين. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قالت أعداد عاملين الأجانب اللي حاصلين على رخصة عمل بالعراق تقريبا 100,000 عامل إذا مو أكثر. وقالت الوزارة وأقرت أن نسبة 50% من اليد العاملة الوطنية تقابلها نسبة تشغيل 50% من العمالة الأجنبية. وكشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بحكومة الإطار التنسيقي أحمد الأسدي عن وجود 800,000 عامل أجنبي بالعراق، لكن التقديرات الغير رسمية تشير أنه عدد العمالة الأجنبية تجاوز 1,000,000، أغلبهم يشتغلون بشكل غير قانوني. بهالسياق أظهرت صور من مصفى الشعيب النفطي بالبصرة الأعداد الهائلة لليد العاملة الأجنبية، وهم طالعين رايحين لأعمالهم بوقت يعاني به الشباب العراقي وخريجين تخصصات هندسة النفط وعموم الشباب العراقي من البطالة وتبعاتها، ويظهرون يردون شغل تطلع لهم القوات الأمنية تقمعهم وتضربهم وما يحار. تعال نشوف. شلون أعداد حلوة؟ شلون أعداد كبيرة؟ طبعاً العمالة الأجنبية بالعراق الغير مرخصة اللي تستخدمها جهات متنفذة مرتبطة بأحزاب وميليشيات، هي تشكل نصف الأيدي العاملة بالبلد. هاي الأعداد اللي دا تشوفوها المو طبيعية بوقت الشباب العراقي عاني من أنه مدى يلقى شغل. الشباب العراقي اللي هو قاعد عطال بطال ويروح يركض وراء رواتب الرعاية الاجتماعية ويريد يروح يركض على مود يشتغل كاسب بمكان هنا أو هناك، والقوات الأمنية الضايقة بكل مكان ويظهر لأن يقول لك أريد فرصتي، أنا تعبت ودرست وكملت وتخرجت أريد أشتغل وأفيد هذا البلد، لكن ما حد يشغلهم. هذا اللي شفناه الفيديو بالشعيبة، بالمقابل حقل الزبير النفطي راح تشوفون أعداد هائلة من اليد العاملة الصينية. تعالوا نشوف.
دول موجودين ويشتغلون ورواتبهم 60 ورقه و65 ورقه واكلهم احسن اكل وبوفيهات وما اعرف شنو، ويطلع لنا السودان يقول ماكو تعيينات ما عندنا مجال. بطلهم الذولة وعين الشباب العراقي لو ما تقدر، لو اسيادك ما يقبلون. محمد كريم يقول فوق كل هذا بعض نماذج المتنفذين على قطاع النفط تحاول تطرد الكوادر العراقيه، ركز لي على هاي. علي الابراهيمي والله هضيمه، شباب بصره قاعدين والخريجين وهذول الاجانب يشتغلون وبرواتب عاليه جدا. كامل محمد نصرخ ونحكي ونطالب وماكو حل الا بالتكاتف. الالاف من الاجانب بمصفى الشعيبه، ومن تحاكيهم راح يقولوا لك عماله ماهره وهم اسبانه ما يعرفون يكضونها. وام محمد الكعبي تقول البصره بها مئات الشباب شهاده وبدون شهاده، شنو السبب يجيبون عماله من الدول وشبابنا تبقى تعاني من البطاله ويلتجئون للمخدرات والانحراف والجريمه بسبب الفراغ والعوز؟ هاي تعليقات الناس على اليد العامله الاجنبيه. محمد من امريكا حياك الله. السلام عليكم استاذ اسد، احييك واحيي قناه الرافدين الفقط. حياك حياك عزيزي. من 2003 نعم. هم تدمير العراق، جماعه حازم حتى يدمرون العراق حتى يجيبون العامله الايرانيه الارهابيه. هم تابعين دول العامله قاعدين بالبصره جاي يشتغلون، تابعين للاحزاب. نعم. كلهم للاحزاب، لهم نص، لهم نص من القيمه قسما بالله. عمي هي بلد جاي تحكمها ارهاب، عصابات ارهابيه. هو الاطار الارهابي الايراني تابع لايران، هو دمر العراق، هم جماعه مقتدى الصدر هم دمروا البلد دوله قسما بالله. من 2007 قد هجروا عالم، قد قتلوا عالم، قد فجروا جوامع، قد فجروا حسبيه الله فجروا. هم سببها هم دوله جاي يحكمون العراق حاليا. ابو عمامه وابو قاص، ابو عمامه قاعد بكربلاء والنجف قسما بالله، هم هجموا العراق مخدرات ملاهي، هم الساديه بالملاهي ترى. خلوا العراق حشق دعاره، لين يجي فلان وعلانه كلها تركب سيارات اخير مدير ام فلان وغير فلان. عم والله خذيتوا العراق قسما بالله، انتوا هاي عمايلكم الفاشله اللي لابسيها تدعون بالدين، لقوتوا بريء منكم الدين قسما بالله، بريء منكم الدين ايها السفله. تحياتي لكل قناه الرافدين البطل. يعني هي المشكله لما يطلع واحد يقول ذولا يد عامله ماهره، بالمقابل اخوي العزيز صباح بن نوري السعيد طيار حربي، بس ده الزول فرنسا يتدرب، مو يتدرب حتى يصير طيار، يتدرب على نوعية الطائرة اللي استوردها العراق من فرنسا. هاي عسكريا. كذلك الشركات العامة من معامل، من مصانع، من معامل أدوية، من مطابع وغيرها وغيرها وغيرها، لما المكان يشتري آلية جديدة يا أما يدز وفد من يمه إلى المكان اللي اشترى من الآلية أو المكينة حتى يدربون هذا الوفد على العمل، ويجون هذول الوفد اللي دزهم شقد 10 12 واحد يدربون البقيه. او من تجي الاليه او المكينه او 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 اي شيء يجي وفد وياها يدرب اللي موجودين بالمكان حتى يشتغلون عليها. فاذا تقول لي يد عامله ماهره تعطيهم 60 ورقه و65 ورقه من اجانب وحارم الشباب العراقي من العمل، تقدر تحلها بنص هذا الراتب وتصرف عليهم دورات بنص هذا الراتب وتوفر ربعه، توفر ربعه للراتب لك كخزينه وتشغل الشباب وتخليهم يعيشون. مو تباوع تخلي الشاب يباوع على الاجنبي 60 و65 ورقه وماكل وشارب ونايم وهو ما يلقي اللقمه. الشركه العامه للمعارض والخدمات التجاريه العراقيه بوزاره التجاره اعلنت اختتام فعاليات معرض بغداد الدولي بدورته 47 بوقت توجهت به هواية من الانتقادات أو توجهت إلى هواية من الانتقادات بسبب سوء التنظيم اللي رافق الدورة 47. عراقيين الدولة ومن اللحظة الأولى للافتتاح هواية من المقاطع اللي انتقدوا بيها غياب التنظيم، خصوصا في المداخل المخصصة، عفوا خصوصا بالمداخل المخصصة لما يعرف بكبار الشخصيات للأجنحة الخاصة بالدول المشاركة. الصور بينت التدافع، سوء تنظيم الدخول، ورا ما كان معرض بغداد الدولي محفل يمتاز بالتنظيم ومحفل يمتاز بكثير من الأشياء على مستوى المنطقة ومستوى العالم، وكان إلى اسم. تعالوا نشوف. Thank you.
أنا أريد أسأل القائمين على فعاليات معرض بغداد الدولي، أنتم متأكدين هذا المدخل مال كبار الشخصيات؟ لعد المدخل مال عامش صاير بالبوكسات؟ شنو الموضوع؟ إذا المدخل مال كبار الشخصيات هيك شكله هيك وضعه، هاني اللي عرفه كبار الشخصيات أكو لهم برستيج خاص، يعني هو أنت اسمه مدخل كبار الشخصيات VIP Very important person، أنه هذا شخص مهم، هذا شخص من كبار الشخصيات اللي إلى دور، هذا شخص إحنا نهتم به لأنه من الممكن أن يستثمر ببلدنا، فإحنا نقدم له أشياء خاصة به، دخوله خروجه قعدته أكله شربه تنقله وضعه بداخل المعرض وبخارج المعرض، هذه كلها إحنا لازم نهتم بها. زين هسه أنتوا هذا المدخل الأخضر هو مدخل الجانب السعودي المشارك في المعرض ومدخل كبار الشخصيات. زين السعوديين لما يجون يباعون الحال مالتهم هم ككبار شخصيات هيك إيش راح يفكر؟ شلون راح يستثمر بالبلد؟ بدورة انتقد أحد رجال الأعمال المشاركين في معرض بغداد الدولي اللي ما سماه بمهازل داخل أرض معرض بغداد الدولي خلال فترة إقامته، لأنه اعتمدت السلطات الحكومية والقائمين على الأغاني التافهة مثل ما قال بالترويج لصورة العراق بدل من الاعتماد على الصناعات المتطورة اللي من المفترض أن يحتضنها المعرض وتروج لها الحكومة حتى ترفع الوعي تجاه الصناعة الوطنية وكلمة صنع في العراق. تعالوا نشوف. إلى كل من يهم الأمر إدارة معرض بغداد الدولي غرفة تجارة بغداد إلى رئيس الوزراء المحترم محمد الشاع السوداني، وين الذوق العام؟ هذا معرض بغداد الدولي، هذا الإزعاج والأغاني، من الممكن إلى كل الشركات يجيبون مطرب وهذا الذوق العام السخيف؟ أنا شنو ذنبي صاحب اليوم شركة مشتركة هنا؟ الإزعاج وهالمطربين والإسفاف والأغاني، وخلي أحكي بصورة عامة دبكشية، أنا في مرقص ليلي، في مرقص وين أنا؟ أنا في معرض بغداد المحترم، من مفترض شركات رصينة، إدارة رصينة، من المسؤول على هذا الموضوع؟ سول للإزعاج، سول لنا. تعرفون معرض بغداد ايش ناقصه؟ ناقصه ذولا اللي كنا نشوفهم بالتسعينات بجزيره بغداد وبالزوراء، فد مجموعه من ذولا دهنين شعرهم كيلو دهن وبجامه برتقاليه وتكرمون نعاله بالاصبع وشايل مسجع على كتفه ويهز ويرقص وياهم واحد ابو دنبق، هذا معرض بغداد؟ هذا شنو الموضوع؟ معرض بغداد العالم تريد تسولف فيه، تريد تسال الدول المشاركه شنو صناعتكم وتريد تفتهم، موسيقى هادئة، نشيد وطني هادئ، كلمة تنسمع، شنو هالدق ورقص؟ جيبوا مزيقة فد نوب، وكل ما يطب وفد أو كل ما طب دولة من الدول وتشوفون موكب مال دولة مزيقة اللي قد عرس عندنا. الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود يانا يعني من غسان لازم يحكي صدق، ممكن افتتاح وقته ساعة زمان بها فعالية فنية وتخلص، لكن هاي لا شنو مهرجان فني هو ساعة احتفال، شنو صارت بلا ملح سالفة الدق والرقص؟ هاي باران الجاف، كل مفاهيمنا للحياة تغيرت مع الأسف، وكأن بلد أصبح مسرح للرقص الشعبي. معرض بغداد كان محفل دولي والمفروض يحافظ على نكهته العالمية الرصينة وليس معرض للدنبق والدف والمياعة. وزيد عراق يقول مهزلة المهازل، العراق راح يصير ماركة للدق والرقص اللي نشوفهم يوميا بوسائل التواصل الاجتماعي. وخالد العزاوي يقول مع الأسف محفل تاريخي يجتمع به كل الطبقات العراقية الراقية، بس للأسف رقابة ومتابعة صفر، بلد منهار. ضرغام من الدنمارك حياك الله، فقدت الاتصال يا الأخ ضرغام. نبراس من سامراء حياك الله يا نبراس. حياك اخي، حياك، مساء الخير استاذ الكريم. مساء الانوار، كيف حالك طيبين باذن الله؟ الله يسلمك. اخي مشاركتي في مجال الازمه العراقيه الحاليه هي ازمه يعني متفاحله منذ اكثر من ربع قرن بالتحديد يعني. نعم. بس المشكله نحن نطرح في المشكله من فتره طويله بس مش نضفش في الحلول. القناة الفاضلة قناة الرافدين
يعني ما فيش حلول، ما فيش طرح للحلول، حلول الأزمة العراقية. اكو هواية من البرامج اللي تتناولها قناة الرافدين. الو تسمعني يا اخ نبراس؟ نعم تسمعني؟ نعم اسمعك اخي كريم. انت تعتب علينا تقول انتم كقناة تلفزيونية ما تطون حلول. لا بتعملوا الحلقات على يعني المشاركين يعملوا طروحات للحلول الأزمة العراقية. اها تمام تمام وصلت الفكرة. بس اخي مثلا اطروحه من اطروحات الحل مثلا نعم ان العشائر اللي في بغداد نفسها اللي هي قريبه من السلطه وقريبه من المجتمع المكون للسلطه داخل العراق عشائر العراقيه نعم احيانا الفتره الماضيه مثلا بتصير في بغداد او شيء مثل اخذ الاراضي هكذا بتصير حركه من العشائر داخل بغداد. لو ان العشائر بتاع بغداد تتحرك وبتنقل الموجه للمدن اللي هي محسوبه على مذهب اهل البيت والمدن المحسوبة على مذهب أهل السنة من بعد بحيث إن يعني أنت قصدك تقول عشائر البغدادية تتحرك. أخ نبراس أنت قصدك تقول عشائر البغدادية تتحرك في بعض الأحيان بالضد من الحكومة حتى توصل حراكها إلى عشائر الجنوب ومناطق الجنوب حتى يكون حراك شعبي لتغيير الواقع صح؟ إلى المدن اللي هي محسوبة على مذهب أهل البيت مش جنوب فقط حتى المدن الشرقية كل المدن مش جنوب فقط يعني الى 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 مدن العراق كافه. لكن المشكله باوع انا مو دا اريد احطك انا دا احكي لك واقع. لا تحتج بالمخطط اللي صنعه المالكه مع الامريكان في موضوع الدعم لداعش وخرق للثوره العراقيه بتاعت العشائر. نعم تحجج الحكومه بهذا الشيء مع قناه الرافدين. طيب اخي العزيز اخ 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 نبراس الحكومه نفسها اخ نبراس اذا تسمح لي الموقع نعم اذا تسمح لي بغداد هي العاصمه ومعروف في كل دول العالم العواصم هي الحاوية لكل عشائر البلد. يعني بغداد تحوي كل عشائر العراق من شماله إلى جنوبه، تحوي كل أطياف العراق من شماله إلى جنوبه، بها الأكراد وبها العرب بها السنة بها الشيعة بها الصابئة بها المندائية بها اليزيدية بها الكثير 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 بهم المسيح بهم الكثير من أفراد العشائر. فأنت لما تقول لي عشائر العراقية البغدادية فبغداد موجود من أبناء الموصل وبغداد موجود من أبناء الجنوب وبغداد موجود من أبناء ديالى وبغداد موجود من أبناء البصرة وذيقار والمثنى وعذرا من محافظاتنا البقية كلها موجودة من كل المحافظات. فالتحرك يا أخي العزيز اللي حضرتك تطلبه هو صحيح لكن يجب أن يكون من شمال العراق إلى جنوبه حتى يصير به تكاتف. بالضبط انا بتكلم ان لو العشائر تحرك في بغداد حتضمن كل المدن تتحرك معك حتى العشائر اللي في الشمال في كردستان بحيث ان ما تتحركش بغداد فقط تكون ثوره ويتم وقعها مثل 2019. لا كل المدن اللي فيها عشائر الغربيه والجنوبيه بتصير ملزمه بالحركه. نعم نعم ويحطوا نقاط ما تكونش نقاط ثوريه هائجه ان نقاط الحكومه فقط. لا مش نقطه هذه نقاط مثلا تثبيت سعر الدولار على 1000 والغاء والغاء ثلاث اصفار يعني الدولار دينار حق العكاز تعطيش الارامكو ضمان الحقوق الوطنيه. نعم استاذ كريم بدر عنده قناه على اليوتيوب بيوضح هذه الامور بشكل واضح ومع مظاهرين في بغداد يعني مظاهرات مفيده جدا للعراق. واضح واضح سيد نبراس شكرا شكرا جزيلا لك. والاخ نبراس يعني وجه كلمه الى كافه عشائر العراق من شماله الى جنوبه من شرقه الى غربه يقولهم اني اطلب من عندكم ان يكون حراك شعبي كامل بقيادة عشائر العراقية حتى يغيرون واقع العراق من حال الى حال من سيء الى احسن. يعني الأخ نبراس دا يذكرهم للعراقيين بال2023 بثورة العشرين بال1920 استنكروا طلبة جامعيون توجه وزير الميليشيا العصائب مثل ما يسموه العراقيين بإشارة إلى انتماء لميليشيا العصائب إلى خصخصة التعليم واعتبروا هذا التوجه خطوة إلى إلغاء مجانية التعليم اللي طالما تميز بها العراق عن سواه من دول المنطقة إضافة عن ضرب رصانته المتمثلة بالجامعات الحكومية اللي طلعت وخرجت خيرة العلماء والطلبة على مدار عقود من الزمن. إجا استنكار الطلبة وراء موافقة وزارة التعليم وحكومة الإطار التنسيقي ووزيرها نعيم العبودي على العمل على تحقيق شراكة ويا الجامعات والكليات الأهلية خصوصا الأجنبية منها والموافقة أن يمنح عدد منها رخصة لبرامج الدراسات العليا.
وجت الموافقة الأخيرة على الرغم من رفض الأكاديميين لإقحام فقرة بالموازنة منتصف العام الماضي تسمح للجامعات والكليات الأهلية أن تستحدث دراسات عليا قبل أن تتراجع الحكومة، وحذفت هاي الفقرة قبل التصويت على مشروع الموازنة وراء مطالبات بالحفاظ على الرصانة العلمية وعدم تحويل التربية والتعليم إلى تجارة لمصالح شخصية وحزبية، بدلالة على سعي حكومة الإطار التنسيقي الدؤوب لتثبيت الأمر كواقع حال. قسم التواصل الاجتماعي سوالنا هذا الانفوغرافيك، خلونا نشوفه سوية. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. أطلقوا مدونين وصحفيين وباحثين وسم على منصة إكس العراق أولا، أطلقوا أيضا على منصات أو على مواقع التواصل الاجتماعي بمحاولة أن يلفتون الأنظار إلى قضية العراق وتبعات حكم الأحزاب الفاسدة اللي وصلت البلاد إلى حالة من الفوضى لصالح من؟ إيران ومشروعها التوسعي بالمنطقة. وبهدف إطلاق الوسم أو يهدف إلى معالجة الأوضاع الداخلية بالعراق بعيدا عن أي صراعات خارجية، والتوجه لحل المشاكل اللي يعاني منها المواطن، مثلا البطالة، المخدرات، الفساد والخدمات. وسم العراق أولا لقى تفاعل كبير من جمهور المدونين تزامنا ويتداول مقاطع قصيرة ورسومات تحث على ضرورة التوجه لحل المشاكل العالقة، عدم الانخداع بالدعاية الإيرانية اللي تروجها الميليشيات الولائية. خلونا نستعرض عدد من المنشورات والتغريدات على هذا الوسم. مجاهد الطائي: سيبقى الفساد البيئة الخصبة لانتعاش كل أنواع الميليشيات واستمرار الانتهاكات، هاشتاق العراق أولا. شاه القرداغي: لا للفساد ولا للميليشيات ولا لربط العراق بمحاور الفوضى والعنف والأفكار التي تجلب الخراب بدل الأمن والاستقرار، هاشتاغ العراق أولا. وأميرة حسن: الهدف الأسمى هو إعلاء اسم الدولة العراق بمنجزات للوطن والمواطن كدولة تحترم مواطنيها وتوفر لهم حياة كريمة من تعليم وصحة وبنى تحتية واستثمار في الوطن والمواطن، هاشتاغ العراق أولا. والدكتور مسعود السنجاري يقول: كل عراقي يجب أن ينتفض حتى ينقذ ما تبقى من العراق، هاشتاغ العراق أولا. فعلا العراق أولا، يجب أن تكون هذه الكلمتين شعار إلى أي حكومة تأتي لحكم البلد. يجب أن تكون جملة العراق أولا شعار بقلب كل مواطن عراقي للحفاظ على أرض الوطن.
يجب أن تكون هاي الكلمتين وهاي الجملة العراق أولا محفورة في أذهان أطفالنا، محفورة في عقلية شبابنا، حتى يقدر الطفل باكر عقبة من يكبر بعقلية العراق أولا أن يبني العراق أولا. والسياسيين يجب عليهم إذا هم ما حاطيها ببالهم، إحنا لازم نجبرهم أن يحفروها حفر بأدمغتهم. العراق أولا بمحاربة البطالة وتعيين الشباب العراقي، العراق أولا بدعم المنتج المحلي ودعم المحاصيل الزراعية العراقية وعدم الاستيراد من المحاصيل الأجنبية الغير رصينة، العراق أولا بدعم النخلة العراقية وهي رمز تاريخي وديني ورمز مقدس للعراق، ودعم إنتاج التمور اللي كان العراق متربع عليها لمدة 30 سنة، دعم السياحة العراقية، دعم الصناعات العراقية، دعم كل شيء يحمل جملة صنع في العراق. ليش؟ حتى يكون العراق أولا. وبعد ذلك الشيء لازم نفكر إحنا بالشيء اللي ما عدنا. عدنا معامل ومصانع لتجميع السيارات، ليش ما نحاول نفكر أنه تكون أكو خطوط إنتاج، وبعدها بالمستقبل إذا الله وفقنا وصارت أكو سيارة هاي نعمة. إذا فكرنا وكانت عندنا منتجات عراقية كمواد منزلية وكهربائيات هاي نعمة. إذا فكرنا وصار عندنا منتجات عراقية كمواد منزلية تستخدم بداخل المنزل، أثاث وغيرها وغيرها وغيرها، وتورد إلى الخارج هاي نعمة. معامل الغزل والنسيج والسجاد إذا اشتغلت من جديد ووردنا عفواً إذا صدرنا منتجاتنا المحلية إلى دول الخارج وعرفنا دول الخارج أنه هذه شنو، هاي نعمة من الله. إذا فكرنا بتاريخنا إحنا كبلد للحضارات ورسمنا هاي الصور كتاريخ عراقي بالسجاد العراقي وصدرناها إلى الخارج كصورة ترمز إلى تاريخ العراق ومنتج العراق تحت فكر العراق أولاً، هاي نعمة. وإذا فكرنا بكرامة المواطن وعدم استهانته وعدم ابتذاله تحت فكر العراق أولا، يوصل العراق إلى مواصل حلوة. بس كلمة العراق أولا إذا انحفرت هنا وهنا خلص كل شيء ما نريد. احنا ما يهمنا ليش الشعب العراقي رافض المحاصصة الطائفية مالتكم، لأن الشعب العراقي يكره شيء اسمه شيعي وسني وكردي وعربي وتركماني وصابئي ويزيدي ومندائي. ما يهمنا اللي يحكم منين، وما نريد نعرف اللي يحكم منين، بس نريد نعرف شغلة واحدة، كائن من يكون يجي يحكم هذا البلد يحبه، يحبني أني كابن هذا البلد، يحب هذا البلد ويخدمه، يبنيه، يعمره، يجيب كل شيء مفيد لهذا البلد، يطوره بحيث يكون مستقبل هذا البلد أجمل وأجمل، ويخلينا إحنا ننسى كلمة أنه ماضينا أجمل من حاضرنا وبالتأكيد أجمل من مستقبلنا، ويخلينا نقعد نخمن ونتنبأ شنو راح يكون مستقبلنا. أسألكم بالله، في سبعينيات القرن الماضي هل كان العالم يتخيل أن تكون عاصمة السياحة بالعالم هي دبي وتكون بهاي الصورة أو قطر أو الخليج؟ لكن حكامها اشتغلت عليها. خلونا نوصل إلى مراحل أنه إحنا ما نفكر، ما نعرف إيش راح يصير بالمستقبل، وننسى كلمة أنه ماضينا أحلى. العراق أولا. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذنه تعالى باكر، انتظرونا.